عايز اعرف منك في الاول ايه الدافع اللي يخلي بنت تفكر ان هي تدخل مجال التحكيم في كره القدم؟ بصي انا عن نفسي انا بحب الحاجه الغريبه. تمام، بحب اخد الحاجه الغريبه. يعني انا الاول لعبت كره قدم في الاول، كنت بتلعبي؟ انا كنت لعبت كره قدم اساسا، وحبيت كره القدم انها لعبه غريبه يعني غير اي حد، غير مش اي بنت. كان قليلين جدا يعني، كناش كتير قوي في بنلعب كوره. لا يعني طبعا كناش كتير، كنا الوقت اللي انا دخلت فيه الكوره ما كانش كتير، ما كانش لسه منتشر ان البنت تلعب كوره بالظبط. فحبيت اخد، سمعت بقى ان في حكام بنات، كانت ساعتها كابتن منى عطله كانت من اوائل المحكمات، فانا حبيت ان انا اخد المجال ده. بالظبط، اخد التجربه والحمد لله يعني تمام. بقالك كام سنه تقريبا في التحكيم؟ انا بالظبط من 2006، يعني حوالي 12 13 سنه. 12 13 يعني عندك خبره كمان يعني، وسي في محترم. 12 سنه كتير بس انت صوتك واطي كده في الملعب؟ نعم. لا طبعا. طب انا عايزاك تجيبي اخر صوتك بقى وانت معانا كده، مسافه بعيد بس. طيب سهام، عايز اعرف منك برضو يا سام في الاول، انت ايه الدافع وايه الحب اللي خلاكي ان انت تقتحمي على مجال التحكيم في كره القدم سواء كان للرجال او للسيدات؟ هو في الاول بصراحه اول حد شجعني اخويا. اخوكي؟ انا لعبت كوره وبطلت كوره واتجوزت. طب انتوا اخ واخت بس؟ وعندي اخ تاني. وعندي عشان كده انت طالعه في وسط ولاد. اوكي. بس خلصت الكوره وكنت في منتخب مصر، قعدت تقريبا 10 سنين. وبعدين بطلت واتجوزت وخلفت وقعدت بقى في البيت خلاص. طب وعملتيها ازاي بقى؟ يعني رجعتي ازاي؟ ايه الدافع اللي خلاكي؟ اخويا برضو هو اللي جاب لي ورق التحكيم، وهو اللي خلاني ابقى حكم، قال لي لازم، انا هقدم لك وهلا هتبقي حكم. انا هتبقي حكم؟ قلت له خلاص انا اتجوزت وخلفت وهربي الولاد بقى وخلاص وقعدت في البيت. قال لي لا يمكن تكملي، لازم تكلميني. قلت له خلاص ماشي. هو اللي جاب لي ده اخ مساند وجميل صراحة. جدا هو كمان قدم معايا في التحكيم بس هو ما اتقبلش وانا اتقبلت، بقى بالنسبه له صدمه نفسيه. لا مش معقول. دي غريبه يعني جدا، دي كوسه انت تكملي وانا اسقط ازاي؟ هو بصراحه اللي كان بيشجعني. فهو اول حد ليه فضل عليا هو اخويا. اخوكي؟